واحد معايا 4 كوبايات من الدقيق، معايا 2 كبار من السكر، 2 كبيرة من الخميرة، رشة من الملح، 2 صغيرة من البيكنج باودر، 2 كبيرة مليانة من الحليب المكثف المحلى. جربوها وبتدي طعم حلو جدا للقرص. واخر حاجة معايا 1 كوباية كبيرة من السمنة، دي سمنة بلدي على زبدة، وكمان ده 3/4 سمنة بلدي على زبدة، والربع بس زيت نباتي، خلطتهم على بعض. دلوقتي بقى بالراحة كده بإيدي هقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض. انا عايزة الدقيق بتاعي يتشرب الزبدة او السمنة او اي مادة دهنية احنا بنضيفها، ولكن دايما القرص بتبقى طعمها حلو قوي قوي بالزبدة، سواء الزبدة الصفراء او سواء الزبدة البلدي. وخطوة مهمة جدا في القرص بتاعتي ان انا ابستها بين ايدي زي ما احنا شايفين كده، بالشكل ده كده هفضل ابستها لحد ما تتشرب كل حبيبات الدقيق، تتشرب الزبدة. دلوقتي الدقيق معايا بقى زي حبيبات الرمل بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. دلوقتي بقى معايا 1 كوباية من الحليب الدافي او بدرجة حرارة المطبخ بالشكل ده كده. هبتدي الم العجينة بالراحة جدا لحد ما تتكون معايا. دلوقتي انا بعامل العجينة بتاعتي معاملة الكحك، اول ما بتبتدي تتلم معايا وتشرب الحليب او المية اللي انا بحط لها اللي هي السوائل يعني، خلاص ببتدي ابطل عجن واسيبها بقى، هغطيها واسيبها في مكان دافي تتخمر. دلوقتي القرص بتاعتنا اتخمرت معانا، مش عايزاها تتخمر قوي، تقريبا 1/3 ساعة. دلوقتي بقى هاخد قطعة من العجينة اكورها بالشكل ده كده على قد ما اقدر، اساوي الشكل بالشكل ده، هحطها في الصاج بتاعي واحاول اخلي ايدي ميزان واخلي حجم القرص بتاعتي كلها حجم واحد. ولو عندي ميزان وعايزه اظبط الحجم بالظبط، انا مش عايزه ابططها قوي، ده يدوب بس ببططها، انا عايزاها مدوره على قد ما اقدر وانا بحطها في الصاج. بعد كده لسه هبططها كده. شكلت القرص بتاعتي بشكل المدور اللي احنا عايزينه بطرف ايدي بقى كده. هفرد القرص بتاعتي في الصينية واحاول برضو اخليها حجم واحد وسمك واحد، انا مش عايزاها رفيعة قوي. دلوقتي بقى بالشوكة هحاول اخرم القرص بتاعتي، انا مش عايزاها منفوخة في الفرن والا تبقى قرص عادية، دي لازم تبقى رفيعة نوعا ما ومقرمشة من بره وطرية من جوه. هخلص تشكيل كل الكمية اللي معايا وهسيبها تتخمر كمان مرة تقريبا 1/4 ساعة او على حسب درجة حرارة الجو اللي احنا بنشتغل فيه. كده القرص بتاعتي بعد ما اتخمرت معايا للمرة التانية هحطها بقى في الفرن درجة حرارة 180 على الرف الاوسط. كده القرص بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن اخدت تقريبا 25 دقيقة، هسيبها تهدى في الصاجة بتاعتي تاخد درجة حرارة الصاجة اللي انا مسويها فيها. كده القرص بتاعتنا التحفة دي بقت جاهزة معانا، شايفين بقى لون وطعم وريحة، بجد ريحتها وهمية، بالذات لو حطينا معلقة سمنة بلدي على معلقة زبدة سايحة، شايفين بقى بجد كلها حلوة جدا جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه، شايفين بجد خطيرة، شايفين القرمشة، بجد حلوة جدا جدا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفة تعجبه يا ريت يسيب لي رأيه في كومنت، واللي أول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. سلام.